فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز للمرأة أن تقوم بتخريم أنفها أو تخريم السرة من باب الزينة ووضع حلق في ذلك؟ تخريم إيه؟ تخريم الأنف أو تخريم السرة. السرة؟ نعم. كيف السرة؟ تخريم السرة ما نفهم تخريم السرة. أما تخريم الأذن لأجل الحلي لا بأس، أو الأنف لأجل الحلي لا في بأس. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.